شوف المكان اللي كنا نحن فيه قبل شوي في الرح، المكان اللي كنا فيه قبل شوي هذاك. أنا كنت هناك، تخيلوا. أنا مش مستوعبة كيف أنه أنا نزلت من هذيك المنطقة. اليوم راح أخذكم معايا للقرية الوحيدة بالعالم اللي تقع فوق السحاب، قرية الحطيب. طريق للمنطقة كلها مرتفعات، فبهالوقت خلوني أعرفكم شوي عن المنطقة. قرية الحطيب تقع شرق منطقة حراز التابعة لمناخة، اللي بيميزها إنها منطقة جبلية نظراً لارتفاعها اللي بيوصل إلى 3200 متر فوق سطح الأرض. علشان كذا الطريق لهذه المنطقة كلها جبال ومرتفعات، فلازم تمضغوا لبان لأن آذانكم راح تتسكر من الضغط الجوي. وصلنا القرية بعد تقريباً 3 ساعات. الشيء الملفت والجميل هذه اللوحة اللي تستقبل الزوار، ممنوع القات. المنطقة جدا نظيفة وأهلها محافظين على نظافتها. أغلب الموجودين بهذه المنطقة هم من طائفة البهرة، فلذلك أغلب سكان المنطقة لهم لبس معين أشبه باللبس الهندي. حريمهم لابسات نفس هذا اللبس، أما الرجال فلابسين نفس هذا اللبس كأنه بنجابي، يعني نفس الهنود بالضبط. القرية جدا راقية وهادئة، وعدد سكانها 400 فرد تقريبا، وهذا الفندق خاص بسكان القرية، فممنوع أحد يدخله أو يسكن فيه، وتقريبا كمان بيطبخوا وبيأكلوا فيه. أضيفت قرية الحطيب إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي كموقع له قيمة عالمية استثنائية. عام 2002 أدرجت القرية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في الفئة المختلطة الثقافية والطبيعية، ووصفتها بالموقع ذي القيمة العالمية الاستثنائية. الآن رح نطلع على أعلى قمة في القرية، والطلوع لهذا المكان مرعب. تحنا في الطريق مش عارفة نطلع فوق أو ننزل لتحت، نحن لخبطنا في الطريق ومعنا مش عارفة فين أخواتي. راح بنجر سو صور هنا لحالي. هناك على فكرة أنا مش شايفة الكاميرا ومش شايفة أي شيء قدامي. اكتشفت اني اخاف من المرتفعات، والله رجلي علقت من المشي، خاصة انه هذا المكان الدرج جدا قديم، تقريبا علشان يحافظوا على تراث المكان، بس كان لازم يصلحوا صراحة، وفي حشرات. تعالوا أوريكم المنظر اللي علشان طلعنا. هذا طبعا المنظر من هذه الجهات، شايفين؟ شوفوا هنا كمان.
هذا أعلى ارتفاع ممكن توصلوا له في القرية. طبعاً ما في سحب تحتنا لأن وصلنا على الساعة 11، فالشمس شارقة وساطعة. واحد من القرية قال لنا لازم نجي ساعات الصباح الأولى علشان نقدر نشوف السحب من تحتنا. نزلت من هنا دخلنا على هذا، وهذا لتخزين مياه الأمطار. طيب كيف لتخزين مياه الأمطار وهي تقع فوق السحاب؟ خلوني أقول لكم هذه المعلومة. هذه المنطقة بتتميز بأنها في وسط السحب، يعني من فوقها سحاب ومن تحتها سحاب، فبينزل في المنطقة مطر. تدخل هنا طبعاً مسجد. كنت تقريباً وأنا نازلة، بس يمكن من الفجيعة ما صورتها. شوفوا هنا المنظر، شوفوا جمال المنظر الرهيب اللي لحد هنا. أنا أشوف الآن جالسة بشوف بس من الكاميرا، مش قادرة أشوف من الواقع علشان ما أخاف. شوفوا الشمس جدا حارة هنا. من هذه القمة بنشوف القرية كامل تحتنا. اشتهرت الحطيب بزراعة أجود أنواع البن، وهذه مزارع البن، وهناك مقابر لسكان المنطقة. أما هذا فهو ضريح الإمام حاتم بن إبراهيم، مؤسس قرية الحطيب. وحوالينا حديقة جميلة ومرتبة، طبعا ممنوع الأكل والجلوس في المنطقة علشان يحافظوا على نظافتها. شوفوا فين كنا نحن لما طلعنا، شوفوا فين طلعنا نحن. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.